لذلك عمي شوف هذه الجماعة كلها جرت من أجل قتل الحسين سلام الله عليه. يقول لهم أنا هل تقاتلوني من أجل شرعة ابتدعتها أو أمر أنا بدلته أو جئت بشيء غير الإسلام؟ أنا اللي جاي مصلح، أريد أن أصلح الأمة وأعمل الفكر الصحيح. قالوا لا، شوف إذا تفكيرتم لي العصبية، بل قاتلناك بغضا منا لأبيك. تعال عمي شوف هالهاشميات وهالنساء والأطفال المروعات، بنات علي، بنات رسول الله، من مكان إلى مكان. يوم وصلوا إلى وصل أولئك الجند ناحية نوق الحسين سلام الله عليه وإلى ناحية ركب الحسين، تقول الرواية تداكت الهوادج. عمي مو معودين على هذا المسير، عودين على عز، على دلال، على تربية، على راحة بنات الرسالة. وين هم وين ركب النياق؟ وين هم وين من بلد إلى بلد؟ عمها صرخت زينب بأبي وأمي عباس، قل لأخيك الحسين فليلن الخطاب لهم. إجت بإجا بأبي وأمي، هوني عليك يا زينب شوية شوية. ها آخ آخ صاحت بكاف لها شديد العزم والباء، شمر أرذانك وانشر البيرق يا عباء، شني أعاينها مصيبة شيب الراء، روحي ترى راحت يسر دال الحريق. قالها يا زينب هاج عزم لا تنخي، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، ولو تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم ونحام الضعين. كفو نعمين ابو فاضلها، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي هل جفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون. قالت أعرفك بالحرب عباس وافي، وقطع الزند هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياه اللي يرد الخيل لو هجمت عليه. أويلي أويلي أويلي، هلت دموع العين من حاد الضعن صاح، عباس قايدها أحاديها الطرمة، الحال وهي تصيح عزي يا خلق راء، وحسين قدام الضعن يمشي بسكي. أبو يوسف شلون طلعت من كربلة بأبي وأمي؟ هاي عينك الله. وعن كربلة ساق الضعن كلهم أعادي، شمر الخنا قايد وضرب الرجس حادي. لكن ما أدري يا مؤمن تتحمل هذا البيت لولا، يعز عليك تسمع بيت أمير المؤمنين على هذه الحالة. شو تقول أبو يوسف؟
قالوا مرات وهي تستور وجهها بالأياد صاحت يا قايد ناقت عنك مشيت مريت وهي فوق المطيه وومت عليه هذا الضعين لارض المدينه من يرد بي واللي خفت منه يا ابو الشيمه وقعت به وقطع الفيافع لا هزلواني ويقلها تعتبين وانا على الشريعه مقطعيني زينب وبس تنظرين الحال جسمي تعذرين لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزين تخلين جسمي ولا تشيلينه بشيء تخلين جسمي على الثرى ولا تجهزين شاف العزيز حسين عاري تتركي لم اليتامى وعنثر الغبرة ارفعي قالت انا نخات عدواني يا سردة هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله.